ما كنتش تعترف بغلطك وتواجه نفسك ان انت غلطت وقادر على تخطي مشاكلك وعدم تكرار اخطائك، حياتك ملهاش قيمة. لازم تواجه نفسك. المريض ما كانش، او المريض النفسي ما كانش يعترف ان هو متأزم في حياته وفي خلل في مشاكل وان قراراته غلط، وهو اللي هيكون طالب العلاج، يبقى الطب النفسي مش هيجيب نتيجة. مجرد ميديكال، أدوية ملهاش أي داعي. لازم تبقى أنت طالب العلاج لنفسك، وأنت لازم تبقى واخد قرار إنك تقف مع نفسك وتحاسب نفسك وتقيم نفسك، أنت صح ولا غلط. اللي هيحكم عليك المجتمع مش أنت. متقولش أنا صح، محدش ملاك. دمتم بخير.